وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول صلينا العشاء قبل دخول الوقت، ما الحكم؟ الصلاة باطلة، الصلاة باطلة وعليكم إعادتها، لأن دخول الوقت من شروط الصلاة، فمن صلى قبل الوقت فعليه إعادتها، إلا في مطر فيصلي العشاء مع المغرب، أو في سفر فيصلي العشاء مع المغرب جمعا وقصرا، أو في مطر فيصلي العشاء مع المغرب جمعا من غير قصر، أو في حج في ليلة مزدلفة فإن وصل إليها قبل العشاء صلاها مع المغرب وجمعها وقصر العشاء ركعتين. أما من كان مقيما فصلى العشاء قبل وقتها فعليه بذلك أن يعيدها. والذي يظهر من سؤال السائل أنهم مقيمون ولا عذر لهم، يعني ليس من مطر ولا من شيء من هذا، فعليهم أن يعيدون الصلاة إن شاء الله. والله المستعان، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.